هو جذاب للمتلقي، هو عم يشعر انه انا مهتم فيه وانا محترمه. ظهور الإعلامي هو انك تعرف كيف تقول وماذا تقول ومتى تقول، ويكون لك هدف هو إيصال رسالتك. ورشة قصيرة لكن كانت مكثفة، كانت المعلومات جدا مهمة، موضوع لغة الجسد، موضوع تون الصوت، تلوين الصوت، أنواع الصوت، حتى التنفس الصحيح. أنا ما كان عندي هذا الكم عن التدريب وأهميته. وقت اللي عملت التدريب حسيت إنه في أشياء قد ما بتكون بقدر ما بتكون بسيطة بقدر ما بتكون هي مهمة. النقاط كانت هامة، بس بالنسبة لي كان التركيز على الصوت واختيار الطبقات كان جدا مهم. ظهور الإعلامي له أهمية كتير كبيرة بالنسبة للمشاهد، كون الصورة صارت توصل الرسالة أسرع من الكلمة أو من أي شيء تاني. الورشة مهمة جداً لأي مرأة سورية لكي تصبح قادرة على الوقوف أمام الكاميرا في أي وقت وفي أي زمان، وتستطيع أن توصل الرسالة التي تحملها بكل دقة وصراحة وصدق. الحضور الإعلامي هو تدريب أصبح مهم لكل فعاليات هذا المجتمع. بناء عليه أقمنا هذا التدريب مع منظمة تستقل. التدريب كان عم يشتغل على البادي لانجويج أو لغة الجسد تبعيتهم، استخدام الصوت بالشكل الأمثل، إيصال الرسالة بشكل أفضل.